طاب مساكم يا اهل الديره الطيبين، المحبين، المتسامحين، المتكاتفين، الودودين. احب انوه بعد مره ثانيه انه كان في عطل في السيستم عندنا حق الناس اللي كانت تتصل والحمد لله تم تصليح العطل رجعوا يا اصدقاء البرنامج واللي يحب يشاركنا من اهل الديره في المواضيع القيمه اللي قاعد نقدمها كل يوم راح تشوفون الارقام الموجوده قدامكم اللي هو هي اسفل الشاشه تدقون عليهم وان شاء الله نتواصل معاكم بحب وبايجابيه. هذا رقم واحد، رقم اثنين طبعا مخرجتنا ساره ما تقصر الحين تبي تنزل لكم على الشاشه ايضا اللي بيتواصل معاي عن طريق الفيسبوك موجود الاعلاميه فاطمه النهام فيسبوك وراح ندخل ايضا في شنو ساره؟ عندنا فيسبوك للبرنامج جروب فيسبوك اللي هو برنامج طاب مساكم الخط معاكم، ايضا هذا شيء ثاني وان شاء الله قريبا جدا ببشركم وانا وايد استانس على التويتر وهم سبقوني انه راح يفتحون حساب حق البرنامج طاب مساكم الخط معاكم على تويتر سبقوني ولكن انا بسبقهم اليوم احاول اني افتح حساب تويتر. هذه بالنسبه الشغلات اللي انا حبيت اذكرها فيكم يا اهل الديره الطيبين. حلقه اليوم مثل ما قلت لكم امس نوهت قلت لكم حلقه غير وحلقه قويه وان شاء الله راح تكون مثل ما انا اتمنى وانتم تتمنون ولكن في آه الخير نسعى لها المواضيع هذه نسعى فيها علشان نسلط الضوء عليها، ما هي موجوده بس في الكويت ولا في الخليج العربي هي ظاهره عالميه، ولكن لما ما تطلع وتنوجد في مجتمعات عربيه عندنا اخلاقيات وعندنا قيم ها آه نكون حريصين كل الحرص تسليط الضوء عليها. قد تكون ظاهره وقد لا تكون ظاهره، لان ما زلنا الى الان يا اهل الديره انا واحده من الناس عندي مشكله في الاحصائيات ايش كثر احصائيات عندنا في اي موضوع أطلع احصائيه الاحصائيات هناك متفاوته حتى ضيفتنا اليوم لو بسالها ما ادري اذا كانت عندها الاجابه ايش كثر عندنا تشكل هذه الظاهره اللي انا بقولها لكم الحين قبل شهرين شهرين شهر ونص والله ما ادري تقريبا كذي طلعت بتعشى انا ولدي رحنا المطاعم اللي صوب البحر دخلنا مطعم من المناطق المطاعم اللي مشهوره في الوطن العربي ككل يعني المطاعم قعدت انا مع وليدي الله يسلمكم وطاوله اللي يمي فيها اثنين من الشباب واكو طاوله بالطول اللي يصير فيها قنفه وصوب قبال الطاوله كراسي دخلت بويه انا بقول بويه لان كان اللبس لبس ولد والشعر القصه ومعاها وحده حلوه ومزيونه وصغيره متحجبه ولابسه بنطلون وقميص وقعدوا على الطاولة وراها بشوي ادخلت بوية ثانية القميص الولادي البنطرون الولادي القصة الشعر الويه ما في ميكاب طريقة المشية يعني بوية دخلت وحاطة بس هذه الثانية اللي جاية يا أهل الديرة حاطت لها قطرة قطرة ما تجمع الفلسطينيين اللي يلبسونها دخلوا وقعدوا وأنا طاولة تجريبة يعني احنا كنا صرنا تقريبا مثل حرف ستة مقلوب الظاهر والله أعلم واحد من الشباب كان يطالعهم أنا ما أدري ما وعيت أنا ولد نتعشى ولا نسمع البوية تزفة صوت عالي طالعتهم طاولتهم أثاري تقول له ليش الطالع طريقة صبي ليش الطالع قال ما طالعكم طبعا كلمة منه على كلمة من منها ما ادري البويا والله ما ادري شو اقول عنها ريال مرة ما, ما ادري كانت تقول له انت ريال انت انت مو ريال عاد هذه كلمة انت ريال وانت مو ريال انا ما اعلق عليها اهل الديره بكم انتم تعلقون على الحشوة هذه هي تقول له تقول له انت ريال انت مو ريال يعني هي ريال فهموها بقى على قولة اخواننا المصريين صارت شويه صكه ما وعينا الا هذاك الصوت العالي من البنت المتحجبه اللي معاهم فالظاهر يه صاحب ذول المديرين المسؤولين في المطعم وكلموهم حتى ينقلونهم لطاولة ثانية فهني هذه اللي لابسة البنت معاهم رفضت شنو السالفة اللي صار ان هذه البوية غارت على رفيجتها من الشاب اللي كان يطالعهم شلون انت تطالع رفيقتها البويه حاول المدير ينقلهم صار ربكه يعني احنا كلنا اللي قاعدين على الطاولات في المطعم صارت ربكه الويوه كلها حولهم صرخت البنت اللي لابسه حجاب معاهم قالت ما قوم باقوا طلبوا سبعة سبعة سبعة. مع قوات عينها. يعني سبعة سبعة اذا دقوا بيكرفونكم انتم ثلاثتكم، انت ايش تقولين أنا اذا بعد موافقين هلت شيء ثاني. وأنتو ايش بيسوون فيكم من الناحية القانونية؟ هذا اللي بتجاوب عليه ضيفتنا الكريمة بعد شوي. الا تدقون على سبعة سبعة. صرت تحط بهالايد وتشدخل على هالطاوله هذه. ماكو ما اتحرك. بصراحه انا يعني خفت، خفت الخوف شنو؟ ان لا الامور تتطور ويعني ويصير طقم طاقق داخل المطعم وما ادري تعال وين بنوصل؟ فضولي الاعلامي بقيت اقوم انا بس ولدي قال لي يمه اذا قمتي بطلع. هالمرة هددني أنا عادة ترى أتدخل قال لي يما ترى بتقومين خليهم ما شغل بس عيوني يا يعني أنا زرزر الصراحة نطرت وين الأمور توصل خذينا حوالي يمكن نص ساعة نص ساعة وأكثر وهذول الشرها على اللي عينونهم اللي في المطاعم ما بس عشان الفلوس حتى ما يعرفون يحلون المشكلة آخر شيء ما طول عليكم ولا طول على ضيفتي برا طلعوا البنات البنت اقنعوهم الب البويات كانوا بينهم اراء يعني كل وحده تقول يلا خل نروح نقعد وما ادري شنو لا بس في جزئيه وايد مهمه احب حي وحده كانت قاعده اهيت هذه عاد بعدين انا طبعا حشوره عرفت منو اللي, اللي شنو الملابسات الموضوع التفتت وحده مع هالمشاحنات قاعده مع اختها متحجبه والثانيه مو متحجبه أه التفتت عليهم قالت لهم انتم ليش تصرخون ليش تسوون كذي ده بنت عشة ما نقدر صوتكم عالي مو عاجبكم المكان طلعوا برا هذه البنت المؤدبه الخلوقه بس هالجمله قالتها وعينكم ما تشوف الا النور قامت هذه البويه الثنتين عليها على فكره انا من اقول بويه مو بس في الشكل. والله يا اهل الديره بويات بوي او ماخذين شكل الاولاد القليلين الادب لاني انا ما اظلم الشباب كلهم تعرفون اكو شباب يصيرون قليلين ادب اللي هم لسانهم متبري منهم بدأوا يوجهون حق البنت هذه اللي قالت لهم واحدة منهم نوع من هالكلام هذا وأنا أتحرك بعد خلاص ما فيني ما فيني فبهالأثناء أني أنا بتحرك طلعوا رحت حق الشباب شكرتهم على موقفهم إنهم ما رضوا لأن أهما شباب يستحقون إن يكونون في هذا الموقع من المطعم شكرتهم على موقفهم الثاني انهم ما راددوهم ترموا نفسهم ورحت حق البنت وحييت على شجاعتها انها شلون تكلمت وقفتهم عند حدهم طبعا ياه راعي المطعم اخر شيء كان يقول لي حضرتك انت اعلاميه صحفيه قلت له ايه وبفضحكم على عدم ما تعرفون حتى تتصرفون في موقف صار قدامهم كان يقول احنا بنعمل ايه يعني احنا آه ما نقدر نمنع اي انسان ايا كان وايا شكله المطعم حق الكل مفتوح اللي يبي آه حياه الله ومن جنسية عربية قلت له برافو عليك انت حليت المشكلة الحين ان شاء الله ما نسيت انا اي شيء واكيد انت وعرفتوا شنو الموضوع اللي انا بتكلم فيه اليوم اللي هو موضوع البويات اللي انا ما ادري ظاهره ولا لا ولكن هو منتشر وانا عندي خصيص اكثر من كذي بعد واصدقاء الفيسبوك اليوم يوم عرضت الموضوع احييهم من كل قلبي على المشاركات والمناقشات العجيبه اللي زودوني فيها لكن انا ادري خذيت من وقت الضيفه لكن ضروري تسمعون هالقصه هذه مني اهل الديره بطلع فاصل وارد لكم علشان نتعرف على الضيفه الجميله المحاميه عن هل هذه ظاهره البويات او منتشره عندنا ولا انا كل ما اطلع كل ويك اند تصير لي موقف قدام عيني، الله اعلم، نطلع فاصل يا اهل الديره ونرد لكم مره ثانيه. رجعنا لكم يا اهل الديره الطيبين رحبوا بضيفي بضيفتي وضيفتكم المحاميه مريم البحر اهلا وسهلا فيك يا هلا فيك ومشكوره ما قصرتي على تلبيه الدعوه العفو واجب خصوصا في المواضيع اللي تعتبر يعني من هالنوع مو بس مواضيع قانونيه مواضيع اجتماعيه نعم. ممكن تاثر على المجتمع كله احنا نتشرف ان ندخل فيها او نحاول ان نبين وجهه نظر القانون والشرع والمجتمع فيه لعل ولعسى انه تخفف ان شاء الله ان شاء الله آه مريم انت سمعتي المقدمه واول ما دخلتي قلتي خوش سالفه م. قلت لك هالسالفه هذه صارت قبل شهرين او شهر ونص تعمدت اني انا ما اطلعها او اني اقولها لان ما باخذ من وقت الضيف ما تكون له علاقه في الموضوع اللي انا مستضيفه الضيف ولكن انت لك علاقه في هالموضوع هذا علاقه وطيده ولك بعد لقاءات اظن بنفس الموضوع هذا ولكن احنا يعني هالموضوع اللي صار معاي وانا تدخلت من باب الحس الاعلامي نعم فضول المراه فضول المراه حس اعلامي <applause> يعني قانونا هل يسمح للبويات تدخل مثل هالمطاعم مثل ما قال وهو مسؤول مدير مساعد مدير ايا كان قال لي احنا قانونا ما نقدر نمنع اي انسان كان ومهما كان وشنو هو نقدر نقول في السابق ما كان لاي صفه صاحب المطعم او الموظفين انه يطردون شخص من الدخول او ما يسمحون لشخص معين انه يدخل مطعم او يحق له ولا ما يحق له؟ حاليا لا يحق له لا بعد ما سن في 2008 سن قانون جديد خاص في المتشبهين الرجال بالنساء ومتشبهات النساء في الرجال عرفتي في هذا دماث... سنه 2008 نعم صدر قانون ايه؟ اللي هو العقوبه سنه اي في... وغرامه ألف دينار يا عقوبه يا سجن لمده سنه يا غرامه او كلاهما مع بعض ايه؟ في حاله اذا كان هناك في تشبه يعني اذا كانت البنت متشبهه الرجال واذا كان الذكر متشبه بالنساء خلينا طب... بس اقطع كلامك شبنا. بالخير الحين يوم قعدوا هالبويات الاثنين مع هالبنت هذه وقالت وحدة قامت تصرخ هذه صديقتهم اللي غاروا عليها وقاموا حق الشباب لأنه ليش يطالع رفيجتهم وقالت اطلبوا سبعة 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 لذا افترض جدلا يود